ورجعنا لكم بعد الفاصل. الموضوع اللي عايزه اتكلم فيه النهارده موضوع مهم جدا، انتحال الصفه او انتحال الشخصيه. يمكن بنشوف كتير الموضوع ده على صفحات السوشيال ميديا، لكن الكارثه الاكبر لو حصل انتحال الصفه ده لضابط او طبيب. مشكله كبيره ممكن نقع فيها كلنا. ازاي نحمي نفسنا من هذه الجريمه؟ كان لازم نناقش الموضوع ده من خلال برنامجنا لان صحتكم تهمنا. معي ضيفي العزيز المستشار القانوني رامي فوزي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، والعضو بالاتحاد العام للمحامين العرب ومستشار التحكيم الدولي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك فندم. عايزه حضرتك تعرف كده الساده المشاهدين يعني ايه انتحال صفه او انتحال شخصيه، وازاي اثبتها اساسا؟ طيب احنا خلينا نكون متفقين في البدايه ان مساله انتحال الصفه دي تحمل جانب نفسي وجانب جنائي. تمام. الشق النفسي ده بعض الشخصيات اللي احنا نقدر نقول عليهم قد يكونوا مصابين بامراض نفسيه، احساسهم بالنقص، عدم اكتمال التعليم، تمنيهم ان هم يوصلوا لمراتب معينه او يشغلوا وظيفه معينه من الوظائف الحكوميه زي الضباط، الاطباء، الامور ديت، اعضاء النيابه، القضاء، ولكن الظروف لم تسمح لهم بهذا الامر، فبنقدر نقول عليهم ان هم بيكونوا بالفعل مصابين نفسيا كويس، فبيتعاملوا من هذا المنطلق. اما الشق الجنائي فده بيعتمد اساسا على فكره جريمه النصب. اللي هو قبل بس ما نخش في النصب، يعني دلوقتي لو حد لبس لبس دكتور او لبس ضابط وكان يعني يطمح لمكانه اجتماعيه او احترام ما بين الناس، هل ده يحاسب عليه القانون ولا لا؟ حتى لو ما اذاش الغير. حتى لو ما اذاش الغير بالظبط، لان هو مبدا قانوني واحد. في حاجه في القانون حضرتك اسمها البواعث، فان كان الباعث هو حسن النيه، إن كان باعث هذا الشخص حسن النية. طب هيبقى حسن النية ازاي؟ بمعنى كان في فقرة حضرتك، كان في فيديو كان من سنتين تقريبا، كان نازل ولد كان مدير مبعات وكان نازل في الشارع لابس لبس الضابط وكان بيظبط المرور، والفيديو ده كان مشهور جدا على وسائل التواصل الاجتماعي. وبالفعل تم إلقاء القبض عليه وقال لهم أنا كان نفسي أكون ضابط، وفي نفس الوقت المنطقة اللي أنا موجود فيها كنت شايف فيها ازدحام، فانا مش قادر اعمل حاجه، فاضطريت ان انا البس لبس الضابط وبالفعل جيت ظبطت المرور. فهنا النهارده كان هذا الشخص حسن النيه. تمام. يعني ما كانش بيتقاضى اجر، ما كانش بيعمل هذا الامر كوسيله من وسائل او طريقه من طرق الاحتيال، ولكن كان النهارده كان حسن النيه. ولكن لا يعفي من ارتكاب هذه الواقعه. طب ايه القوانين اللي تخلينا نعاقب يعني المنصوص عليها اللي تعاقب هذه الجريمه؟ هل في قوانين؟ بالفعل في عندي حضرتك في قانون العقوبات في الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في المواد من 155 ل 159. دي اللي هي ناقشت بالفعل يعني ايه انتحال صفه او انتحال شخصيه. وقالت ان كل من يرنو او يقترب من الوظائف العموميه سواء ملكيه او عسكريه وكان على غير ذي صفه وبدون اذن من الحكومه واجرى عمل من مقتضيات هذه الوظيفه فيعاقب بجريمة بعقوبة الحبس. لكن لازم يكون عمل بالفعل لازم يكون أجرى عمل من مقتضيات هذه الوظيفة الحكومية. يعني لازم حضرتك يكون الوظيفة تكون وظيفة حكومية زي زي النيابة، الشرطة، القضاء، بما فيهم أيضا الأطباء. طب هنقول دلوقتي الأطباء هل هم خاضعين للحكومات؟ بالفعل. ليه؟ لأن أنا النهاردة عندي نقابة صادر لها قانون بمرسوم صادر من رئيس الجمهورية، صادر بمرسوم من مجلس الشعب، فبالتبعية حضرتك هذه الأمور وهذه الشخصيات بالكامل يتم إصباغها بصبغة الجهات الحكومية. طب العقوبة قد إيه؟ يعني دلوقتي أنا اللي هي عقوبتها الحبس. الحبس قد إيه؟ ولا ده بيعتمد على هوضح الفعل؟ هوضح لحضرتك حاجة. أولا عقوبة الحبس دي بتبدأ من 24 ساعة لثلاث سنين. من 24 ساعة لثلاث سنين. هي ديت عقوبة الحبس. ده وفقا لقانون العقوبات. تمام. حدد عقوبة الحبس من 24 ساعة لثلاث سنين، فدي بتبقى مسألة تقديرية، بحيث إن أنا ما أقدرش أقل عن 24 ساعة، ما أقدرش أزود عن ثلاث سنين. ده بشأن انتحال الصفة نفسه. طيب، ما ترتب على انتحال الصفة بقى من جرائم؟ تمام. أنا ما أنا مش هتعاقب فقط على انتحال الصفة، لا. يعني مثلا دكتور واحد لبس لبس طبيب وابتدى يتعامل مع الجمهور وابتدى يديهم علاج واتأذوا. تعالي بقى حضرتك ندخل في قصة إن بالفعل حصل أذية، في إيذاء، في ضرر. هنا هيختلف على نوع الضرر.
هل هذا الضرر أدى لمجرد إصابات ولا أدى إلى عاهة مستديمة ولا أدى إلى وفاة؟ دي لها عقوبتها ودي لها عقوبة ودي لها عقوبة بالإضافة إلى العقوبة الرئيسية بالنسبة لي اللي هي انتحال الصفة. فهنلاقي حضرتك نازل نصوص مواد كتير جدا بشأن الموضوع ده، أولهم هيكون أن فلان الفلاني انتحل صفة طبيب وأدى نتيجة لهذا الانتحال أو انتحاله لهذه الصفة أدى إلى إيذاء فلان سواء بقى بالإصابة بالعاهة المستديمة تمام أو بالوفاة. فهنا حضرتك بيجرم على حسب الجرم نفسه، على حسب ما أدى إليه هذا الانتحال. بس أنا عايز أكد على حاجة، يعني دلوقتي هو زي ما بقول انتحل صفة، ده شق. أيوة. طب انتحل صفة وأذى، أول شق ده هيتحاسب عليه؟ طبعا هيتحاسب عليه، اللي هو عقوبة الحبس. تمام. إزاي بقى هنخش في جريمة أكبر؟ بس في نقطة حضرتك، أنا هنا دلوقتي أنا لازم أحدد، لو إحنا هنتكلم عن الشق المرتبط بالأطباء لا، أنا هنا حضرتك عند المادة 10 والمادة 11 من القانون 415 لسنة 54 حدد العقوبة أن لا تزيد عن سنتين. تمام. لأن إحنا قلنا أن قانون العقوبات العام، القانون العام بتاعي قال ان العقوبة بتاعت الحبس اللي هي من 24 ساعة ل 3 سنين. تمام. فهنا جينا النهاردة في القانون الخاص بتاعنا اللي هو قانون مزاولة مهنة الطب. قال ان كل فرد ينتحل صفة طبيب او يمارس هذه المهنة دون اذن او دون تصريح من وزارة الصحة وخلافه بيعاقب بعقوبة الحبس التي لا تزيد عن سنتين. عشان بس كان لابد من توضيح هذا الامر. تمام. طب انا برضو يعني في سياق الكلام ده اللي على التلفزيون اللي بيطلعوا يعملوا اعلانات على الاعشاب والناس ممكن تمشي وراهم في المواصفات دي وحصل اذى، هل الـ القصه دي يعاقب عليها المقدم البرنامج او المعلن عن المنتج ولا الحساب بيجي ازاي؟ طب دي حضرتك بقى هنتطرق لكذا حاجة. اول حاجة، من هو شخص المعلن؟ ان كان طبيب ان كان طبيب تمام ومسجل اسمه في كشف في كشفات وزارة الصحة وكان طبيب ومقيد بجدول الاطباء البشريين طبعا النقابة مسجل طبعا النقابة خلاص، ان كان طبيب خلاص لا غبار لا خلاف على هذا الامر، فهو بالفعل طبيب ولا وغير منتحل الصفة. لا بس انا بكلك هو ده هو لو طبيب ومش منتحل الصفة لكن هو اعلن عن منتج، ولكن بقى ندخل بعد كده على قصة المنتج ذاته. ندخل حضرتك بعد كده على القضية التانية وقضية الغش التجاري. تمام. قضية الغش التجاري ما ادى اليه هذا الغش التجاري من ازاء اعاقب عليه سواء ضرر اصابة عاهة مستديمة قتل او وفاة. ده كل ده لو هو طبيب. طب لو هو مش طبيب بقى بيتم بقى حضرتك ان احنا بنتكلم بعد كده في الجريمه في العقوبه اللي نصت عليها الماده اللي احنا جينا ذكرناها من شويه، الماده 10 وال11 اللي هي عقوبه الحبس التي لا تزيد عن سنتين. وفي نقطه، في حاله العوده يعني لو كرر الموضوع تاني العقوبه هي ولكن بيضاف عليها غرامه لا تزيد عن 200 جنيه يعني. تمام. ده شيء. طب دلوقتي زي ما بتكلم على حق المريض هتكلم على حق الطبيب. احيانا بيحصل مشادات بين المريض والطبيب، قد يكون الطبيب على حق او المريض على حق لكن الاحترام واجب بين الطرفين. تمام. حصل تطاول على الطبيب من خلال رسائل واتسية. تمام. هل ده يحاسب عليه وهل انا اقدر اثبت ان حصل تطاول عليا من خلال رسائل واتسية وليها عقاب؟ طيب خلينا نتفق أن السادة الأطباء تمام لهم حصانتهم داخل عيادتهم. تمام. داخل مكانك، داخل عيادتك فقط. فلو حدث هذا الاعتداء داخل العيادة نفسها هنا بيجرم بجريمة خاصة بالاعتداء على حسب نوع الجرم، سواء تلفيات تمت في المكان نفسه، إذا كانت إصابة، إذا كانت أيضا عاهة مستديمة أو لا قدر الله قتل. فبيحسب ان ممكن كان بيحصل يعني احنا بنعاني احيانا نبقى قاعدين في الاستقبال ونلاقي اهل المريض جم وتعدوا. طبعا. دي قصه اكيد يعني احنا منتهيه. وده طبعا دي ما فيهاش حضرتك فصال يعني. دي حضرتك على طول اصلا في اقل من خمس دقائق بالفعل حضرتك الشرطه بتكون متواصله مع الجهه اللي بيتم عليها الاعتداء.
عشان احنا النهارده ما بنتكلمش حضرتك على يعني خناقه في شارع، انا بتكلم النهارده في مستشفى فيها مرضى، فيها ممرضين، فيها اطباء، ده كيان. طب خلينا بنقول نتكلم بقى على رسائل وصيه يعني في ايجاز كده. هقول لحضرتك في نقطه كان لابد من ايضاحها بالنسبه لرسائل واتساب او كل ما يتعلق بتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي زي الماسنجر والفايبر. اي رسائل تهديديه برجاء من فضلكم ما حدش يمسحها. تمام. عشان لو تم مسحها خلاص انت كده ضيعت الدليل من ايدك، فبعد اذنكم ما حدش يمسح هذه الرسائل نهائيا. سكرين شوت على طول. ولا حتى سكرين شوت. ما تتمسحش. ما تتمسحش خالص. اعمل سكرين شوت عشان تحتفظ بيها فقط. ولكن طب العقاب سريعا ايه عشان احنا قرب العقاب حضرتك برضو هنا حضرتك لو كان التهديد لو كان التهديد انا هنا دلوقتي لازم افرق ما بين هل هناك وقعه سب وقصف؟ لو سب وقصف يعاقب حضرتك عقوبه لا تزيد عن سنه. ولكن لو انا النهارده عندي تهديد، عندي نوعين من التهديد، عندي حاجه اسمها تهديد بسيط وعندي حاجه اسمها تهديد اشد خطوره. ايه التهديد البسيط؟ اللي هو تهديد بالايذاء الشخصي وخلاص. تمام. ده حضرتك عقوبته بتكون الحبس اللي هي من 24 ساعه لثلاث سنين. اما اذا كان التهديد تهديد اشد خطوره فهو دوت اللي بيكون مصحوب بطلب، اللي هو اجي اهدد الطبيب لو ما عملتش كذا انا هعمل كذا. تمام. وده اسمه مصحوب بطلب. ده هنا حضرتك بيرتقي لمرحلة تانية اسمها بيدخل في الجنايات، يعني بيحاكم حضرتك قدام محكمة الجنايات، قد تصل عقوبته للأشغال السجن. انا هقف بقى لحد الحته دي ويبقى في سجن مشدد لاي تعدي، لكن الناس لازم تحتفظ بالرسائل عشان عشان حضرتك مبعث الانترنت ما بتتعملش الا في الرسائل اللايف، غير كده حضرتك هيرفض البلاغ بتاعه. انا بشكر حضرتك جدا، ويعني انا سعيده جدا بالفقره دي عشان اوعي كل الاطباء. بشكر حضرتك المستشار القانوني رامي فوزي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله والعضو بالاتحاد العام للمحامين العرب ومستشار بالتحكيم الدولي. شكرا لحضرتك، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله من صحتك مع دكتور ياسمين.